وإذا كان ما ثماش وحدة يعني وطنية وما ثماش مصداقية وهالأحزاب هذه كلها كما قلت أنت يعني كل حد وراي وكل كثرة الآراء هذيك تشتت يعني المجموعة كلها. هذاك يلزم يعني وحدة وطنية ويلزم هذه يعني ثم يعني مصداقية وثم يعني يخلوا يعني الرئيس والناس كلها تخدم يعني بأريحية وصدق وبأمانة. كي تحالفوا هما باش يديروا البلاد خليهم هكا خير متفرقين خير هك خاطر هما كي تحالفوا عليه 10 سنين هلكوها البلاد 10 سنين ولا مجلس النواب ولا حزاب الكل في مجلس النواب يتلموا وخواك ولا خطابات ويجتمعوا اش عملوا ترى ما عملوا حتى شيء خليهم هكا متفرقين خير خاطر كي يتلموا على البلاد كي يتكتلوا عليها بالشر يتكتلوا على البلاد بالشر مش بخير مجتمعين ويتعارفوا لا يجتمعوا باش يديروا البلاد مش باش ينفعوها خليهم هكا متفرقين خير. الدولة كلها كنظام وكشعب كهيكلة كلها فاسدة ولهذا يجب يكون تجديد الهياكل كلها معناها من جديد ننسوا الفترة هذيك لا ما ترجعش الأحزاب شنو شفنا منها احنا شفنا منها كل خراب 10 سنين هم يخربوا في البلاد فسدوا والسرقات مثل القضاء القضاء دخلت فيه دخل فيه فساد فساد عمل الشعب كل من القاعدة إلى القمة. اتفق العربون أن لا يتفقوا هذا هو هذا القوم يستحب يتفقوا من الأخر نعم حب المال خلاهم يعني ينسوا كل شيء ينسوا الوطن ينسوا تعرف شنو كرامتهم فهمتي ما يهمهمش في شيء من الاخر واضح هذا هو التشتت صاير اتفقوا باش ما يتفقوش راك شفت نحن مستر سيسي وانت جاي لتوا كل التجار شكون يدفع اكثر يظل لي واضح الامور الاحزاب في الانقلاب في تونس لا نجاح لها ولا هم لها الا مصلحتها الشخصيه ومصلحه الاثنين الاعضاء باش تفكر لك في مصلحه الشعب ولا في مصلحة الوطن هذا موضوع بالنسبة لهم هم ما ينجموش لا يفكروا فيها أصلا هيك ترى في الحالة بتاع البلاد هيك ترى في التناح هيك ترى في حزب يسب في حزب رئيس في حزب يسب في رئيس حزب وكل واحد في لا يغني على ليلة شكون اللي ممكن لا مفكر لك في المواطن شكون اللي قاعد في لا يخدم في مصلحة المواطن لا أحد وما لا يمكن في لا بأي حال من الأحوال ما دامت 200 ولا 210 ولا 219 حزب في بلاد فيها 12 مليون ولا 13 مليون ساكن مش موجوده في امريكا مش موجوده في اعتى الديمقراطيات في العالم هذوما مش تنتظر منهم الديمقراطيه هذوما تنتظر منهم خدمه الشعب انا ما نتصورش اللي السيد قيس سعيد حل يعني نجم يحل وحده مشاكل الشعب التونسي الشعب التونسي يعني مشاكله متعقده والسيد قيس سعيد عنده تصور واحد للراي فهم الوضع الاقتصادي فهم عفوا الوضع السياسي ما فهمش الوضع الاقتصادي والاجتماعي الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش ما نجمش حتى فرد لوحده مهما تكون قوته مهما تكون شعبيته مهما تكون زاد كذلك رؤيته الباهيه ومهما تكون كل شيء ما نجمش يحل وحده وما عندوش هو من 2019 قدم برنامجه وقدم تصوره قدم تصوره للوضع السياسي للديمقراطيه القاعديه كيفاش يتصورها اما ما قدمش تصوره للاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه ولا حد الان ماشي لا الحكايه فارقه تونسي زي ما حزب واحد ورئيس يحكم الديمقراطيه مش نتاعنا كذب عليك اني المهم مازلنا بعد على الديمقراطيه مش نتاعنا مش نتاعنا احنا مازلنا عالم ثالث مازلنا متاخرين فهمني تونس حكم فيها واحد برك يكون رجل باهي ومخه طيب ويعرف يحكي ويعرف يسير البلاد نفهمك عام هذه احزاب حكايه فارقه برك لا علاش ليه؟ علاش ليه؟ بدا يخدم على روحه تو فما خلوهوش او شو سابوتاجات وزين عاش فيه ايش بيش فيه مرة باهية خليها تخدم روح في مرة مثقفة مرة نظيفة دار فيها راهي النية الباهية توصل راهو النية الباهية الطاهرة توصل أما كي نيته مقعمزة ما يوصلش حكاية فارغة إنسان هذا توسمه فيه الخير إنسان نظيف متشبع بالقانون ويعرف شو يعمل مش معناه في ظرف
عام مش الثورات هي في العالم تعرف منها مدة طويلة باش ترجع باش تقوم من جديد، ولهذا لازمنا نقسم من الاحتجاجات والفايدة فيها، والبرلمان يفهم روحه وحده ويمشي على روحه ويتحاسب معناها كل الفساد اللي عملوه كل يا سيما النهضة والكرامة وغيره وغيره. الناس حب المال فهمني، الناس في الوطن يعني مش حال توا الوقت يعني يا ودي نتمناو نحلمو يا ليت نحلمو ان شاء الله الحلم هذه ربي تتحقق ان شاء الله. انا وتاسم وكان مش موقف الاتحاد البارح فهمني كانت البلاد باش تمشي في شارع اخر فهمني، خاطر هما يحبوا توك الموسى الدين صحيح من جملتهم المجموعه اللي احنا حكينا عليهم توا يحبوا يرجعوا ما وراء يعني 25 جويده يمضوا نعم مصلحة البلاد راهي قبل كل شيء، دعم نعم دعم الرئيس ودعم الشرعيين تاع ما بعد 25 جويلية هذا هم يحبوا يرجعوا للواحد البرلمان تاع الفوضى. ومساء قبل كل شيء الأحزاب هذه مش فاهمين حاجة، هي محكمة المحاسبات حكمت وانتهت وإدانة ثابتة. وبالنسبة للسيد رئيس الجمهورية لا يمكن باش تنجم تلويذ العصا فيدو لأنه رجل قانون وقاعد هما يزموا يعرفوا اللي قاعد يستنى في انتهاء الحكم نتاع الاستئناف نتاعهم اللي هو 60 يوم هما يعرفوا 60 يوم قريب توفى والاستئناف ما يوقفش التنفيذ. عندما تنتهي المده القانونيه نتاع 60 يوم ياخذ القرار بتعيين جلسه انتخابيه وتشريعيه قبل الاوان بشرط ان القانون الانتخابي باش يتبدل مش هذاك هو، وينساو اللي مازالوا باش يرجعوا للبرلمان. حزب من قبل من زمن بن علي يعني حزب ضعيفه لانه الوضع السياسي كان صعب جدا بعد الثوره بعد 2011 يعني الاحزاب بقات متشتته لانه مبنيه على الاشخاص مش مبنيه على تصور ولا رؤيه سياسيه. الوحيد اللي كان موجود وعنده تاثير هو حزب حركه النهضه لانه حزب عقائدي موجود فيه يعني النسبه كبيره من المجتمع التونسي اللي هو مجتمع محافظ في اغلبيته، وحتى حزب النهضة في الوقت الحاضر يعني يعرف إشكاليات لأنه هو بيدو يعني ضعفه الآن نتيجة لأنه مبني على شخص على الأشخاص على كاريزما رشد الغنوشي ومش مبني على تصور، وما حلش زاد كذلك القضايا الاقتصادية والاجتماعية. بقية الأحزاب كلها هي إذا تشوف الأغلبية منها هي أحزاب وسطية، ما عندناش أحزاب، عندنا عصابات. الكلمة الأولى لازم تتعدى ما تقص شيء، ما عندناش حساب، عندنا عصابات، عندنا حزب واللزوز من الأخ الأولى. الثانية أنا كليانا نرجع للحزب الواحد والحكم الفردي الواحد، إحنا لا علاقة بدنا حساب من هما الأحزاب. الأحزاب هذوما فهمتي لا قاعدين يبزنسوا يدبروا في روسهم ويعملوا في المشاكل. تو تقول لي انت توا شنو رايك نرجع فهمتي لا نحطوا اليد في اليد معناها مع السيد الرئيس؟ انا باحترام السيد الرئيس عنده الحق راهو وقت اللي الاحزاب اليميني ثم حزب اللزوز يعجبوني ثلاثه برسك سيبهم امورهم واضحه، مي الباقي كلهم مش احزاب، احزاب كرتونيه. هذه تونس، تونس التعليم، تونس الصحه، وينو؟ أبسط الحاجات، أنت التعليم فتقوه من بعضه، فتقوا بن علي الله يرحمه زاد كملوا فتقوها الجماعة هذوما اللي جاوا معناها باسم مدرسة الرقاب. هنا تقول لي ما عندناش حساب، الأحزاب اللي موجودين تو بعد 2010 نتاع السرقة، نتاع تمكميك، نتاع ترافيك، نتاع كونترا، نتاع إرهاب، نتاع أنت أبسط الحاجات باحترام القناة ولو معز من القدم وكذا باحترام القناة مش نحكي القناة الجنوبية. اللي عديته البارح على مدرسة الرقاب شيء يفرح هذاك؟ النائب شعب يدافع على الإرهابيين؟ فيه محكمة دستورية علاش ما عملوهاش؟ للأسف بعدوا عن هذا المحكمة الدستورية باش يقعدوا يلعبوا ألعابهم كيما يحبوا ويتصرفوا في كل مفاصل الدولة، مفاصل الإدارات، برشا مؤسسات عمومية داخلينها بلا شهيد. شهيد مضروبة والأيامات قاعدة مراقبة مستمرة على الإدارات المؤسسات العمومية لتابع الدولة.
يعني كفانا من الخزعبلات و11 سنة ما رينا شيء، رينا الفقر والميزيريا ورينا قتلان الأرواح ويمشيوا في الجنازة، فخلاص يلمد بيشاتهم ويشيو يصليوا، ما قالوا يصليوا، يصلي على روحك. قديش فما من حزب، قديش فما من حكومة تعاقبت فهمتني على تسيير البلاد، فماش حاجة فهمتني لفات المواطن لا شيء. قيس سعيد راهو اضطر، إنسان اضطر اضطرارا لأخذ قرارات 25 جويل لإنقاذ البلاد، ولو كان ما تصرفش هكاك رانا فهمتني لا مشينا فيها أوي. هاك ترى في جيران، هاك ترى فهمتني لا في اليمن، في ليبيا، في غيره فهمتني لا في البلدان العربية. البلدان العربية والشعوب العربية مع احترامي لبعض الشعوب العربية ماهيش متاع ديمقراطية، تاع سياسة فهمتني لا العصا الغريب بصراحة. هذه أحزاب باش فهمتني لا تتصور أنها فهمتني لا باش تخدم المواطن التونسي. تهاو جواعة المواطنين التونسي جواعة فهمتني لا في قوتهم اليوم. خصاصة فهمتني لا ومآسي في التعليم، وهاك ترى شنو اللي قاعد يحدث فهمتني لا على مستوى التعليم. مآسي في الصحة، وتشوف فهمتني لا في وقت اللي ضربت الكوفيد فهمتني لا من أكثر الدول اللي صارت فيها فهمتني لا راهو ستاتيستيك، كي تعمل ستاتيستيك على الأموات من أكثر الدول اللي صارت فيها وفيات هي فهمتني لا تونس. الصحة، التعليم، القطاعات الكل فهمتني لا مهمشة، دونك فهمتني لا ما تصورهمش. هو فهمتني لا كي الرئيس كي خذا فهمتني لا جرايات 25 جويلية كلها فهمتني لا فما ثلاثة نتاع الصباح ماشيين فهمتني لا فهمتني لا للبرلمان فهمتني لا باش يحبوه، اش بيه ما مشوش قبل. شيء مؤسف، خاطر يلزم توا يلزم توا تونس يلزم الناس كلها تقف لها، شباب وشياب وأحزاب وكلهم يلزمها تقف توكينا مع رئيس الجمهورية باش نخرجوا من هالمأزق، من هالعنق الزجاجة.